اللعيبه رجاله ولعيبه قد المسؤوليه، وان شاء الله الاهلي قد البطوله ان شاء الله. نقول لهم ربنا معاكم وربنا يوفقكم وتفرحوا الجمهور بالكاس اللي كل جمهور مستنيه. كل التوفيق للنادي الاهلي، واحنا كلنا واقفين معاه وربنا يوفقهم ان شاء الله، ومزيد من الانتصارات ومزيد من البطولات باذن الله. انا بقول للعيبه النادي الاهلي احنا متشكرين على اللي انتوا عملتوه في المباراه دي، مباراه جيده جدا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وهم عملوا مجهود كبير جدا وخارق في المباراه، وقدروا ان هم اصلا يتغلبوا على كل الصعاب اللي كانت قبل كده اصلا وقابلتهم بسبب الاجهاد والارهاق، وقدروا ان هم يحققوا الفوز برباعيه نظيفه، وده ان شاء الله هيدينا دفعه كبيره جدا اصلا احنا نوصل للمباراه النهائيه باذن واحد احد ان شاء الله يعني. نقول ربنا يوفقهم بامر الله عز وجل في مباراه وفاق ستيف ان شاء الله، وربنا يوفقهم في الدوري المحلي. ان شاء الله ناخد ال 11 وان شاء الله ونركز في الدوري بعد ال 11 ان شاء الله، ونحاول نعوض النقط اللي راحت مننا. ده انا بقول لفريق النادي الاهلي طبعا اللي هو فريق كبير وفريق طبعا قادر ان هو ياخد البطوله، وهو ادي اداء كويس في الدوري ودوري ابطال افريقيا. اقول لهم اول حاجه اول الف مبروك على بطوله افريقيا، ماتش كويس وبتاع، بس اهم حاجه الدوري نشد فيه شويه عشان نلعب بنفس الروح هنا وهنا، بس اهم حاجه. بقول للعيبه الف مبروك على البطوله مقدما، لان انتوا كده كده هتاخدوها، واللعيبه رجاله يعني طبعا، خصوصا الكابتن محمد الشناوي كابتن عالمي، ويقدر يتحدى الباقي، وان شاء الله اللعيبه هتحقق نجاح عالي وهتوصل لكاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله اللعيبه رجاله وعلى قد المستوى، وان شاء الله تكون الثالثه على التوالي للنادي الاهلي ان شاء الله.